واحد خير يا مجاهد. يا قمر الحلوين يا ايه رايك في دي خريطه؟ خريطه عجايب العالم الجديد. الحشرات المقرفة دي لو اديتني فرصتي كنت بقيت زعيم. ومعنى ان انا حسيت بغيابه عايزة تقولي انا يبقى انا قصرت في اللي هو وصاني عليه. انا اخلص منه خالص. الحواجز تبوظ اي علاقة. في بنك ام بي كي شلنا الحواجز اللذيذ من اول يوم. ام بي كي مصر 10 سنين علاقه ناجحه بين عميل وبنك. انت اللي هتضيع لما مفاسه شوف شغله معاك ده هيتجنن من افعالك. انا بترعش من الخوف. انت ولد ملوش حل خالص. ترى عزونفك وصيه هو يفتح الشقتين. هو انت هتعيش مرتين؟ حساب توفير اكسترا من ام بي كي اول حساب توفير في مصر بعائدين، عائد شهري وعائد سنوي. الساعة 46 دقيقة من مساء 31 من مايو عام 1934. يا حبيبي قول للدنيا معايا. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الناس الكويسة، معاكم محمد صابر بنتكلم فيه عن دور شعراء العامية وتأثيرهم في ثقافتنا. الرزق أكتر الكلمات اللي بتقلل الناس، خلتهم في صراع زي ما بيقولوا جري الوحوش عشان يوصلوا بكل قوتهم بالطريقة الحلال أو غيرها. وأعظم ما في الفن أنه يمثل الرصيد الحقيقية لأحلام البشر.